بما ان يا جماعه حصل تغييرات في الاسعار كتير قوي قوي قوي، فهحاول مثلا اجيب لكم المنتج اللي غلى وايه البديل بتاعه. تمام، فالنهارده جايب لكم منتج التسالي ده، طبعا بقت 7 جنيه يا جماعه. فهنريحه طبعا شويه بقى، وهندخل على ايه الماجيك. الماجيك ده طبعا يا جماعه تبع شركه ايجيبت فودز، ده ب5 جنيه يا جماعه الكيس، يعتبر هو ونفس الحجم نفس عدد الجرامات والحاجات دي. تمام، وبرضه ب5 جنيه. تمام، ده تبع شركة ايجيبت فودز اللي هي بتاعت التايجر وبتاعت سيبسي اللي اسمه بالانس وبيج شيبسي وبتاعت البسكوت اللي اسمه ماجيك وبتاعت بليزو، لها منتجات كتيرة جدا جدا جدا. فنفتح كده يا جماعة مع بعض ونشوف كده وهقول لك ايه رأي طعمه شرع ولا لا. يا جماعة في كمية محترمة اهي، طب والله جامد وجامد قوي كمان. بص، هو صراحة التسالي الشغلات بتاعته أحلى سيكة، بس ده طعمه حلو برضه. ماشي يا جماعة، ينفع بديل قوي 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 ب5 جنيه برضه، والكمية بتاعته زيها زي بتاعة التسالي. بس يا جماعة بالله كل الاشتراك، سلام.